وصلت مديرية الصحة في أسوان إطلاق القوافل الطبية العلاجية بقرى المحافظة. قامت إحدى القوافل العلاجية بزيارة قرية العلاقي، حيث تم توقيع الكشف على المواطنين وتم صرف العلاج بالمجان. الكشف والعلاج بالمجان بيتوجه المواطن في الحصول على الخدمه الطبيه المطلوبه في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الاخصائي او الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج علاج دوائي او محتاج تحليل معين او اشعه عاديه بيعملها عندنا في القافله بالمجان. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصول القافله في وحده طب الاسره بالعلاقي وقرشه وبمبادره حياه كريمه، ومنها 10 تخصصات بالمجان. ونشكر جميع العاملين والقائمين على هذه القافلة.